الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إنا أعطيناك الكوثر، فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم إنا ندعوك بأسمائك الحسنى ونتوسل بصفاتك العلى أن تصلي وتسلم على نبينا محمد وأن تجيب دعاءنا وأن تجعلها ساعة إجابة فلا ترد لنا فيها دعوة. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك يا حفيظ يا سميع يا بصير. احفظ لنا أسماعنا وأبصارنا وألسنتنا وعقولنا يا سيد يا صمد يا ولي. اجعل أعمالنا كلها صالحة واجعلها لوجهك خالصة ولا تجعل لأحد فيها شيئا. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل يا قوي يا كبير. اجعلنا ممن توكل عليك فكفيته وممن استهداك فهديته وممن استغفرك فغفرت له يا بر يا رحيم يا لطيف. ارحم أموات المسلمين وارفع درجاتهم في عليين واحشرهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ووسع اللهم عليهم قبورهم ونورها عليهم وارحمنا برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت يا عليم يا حكيم يا خبير. فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهب لنا من ذرياتنا ذرية طيبة صالحة كثيرة. اللهم يا كريم يا خالق يا خلاق يا مصور من حرمته من ذرية فهب له ذرية طيبة كثيرة إنك سميع الدعاء. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم اجعلنا عند البلاء من الصابرين وعند النعماء من الشاكرين ولك في جميع الأحوال من الصابرين الذاكرين.
يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار، ارزقنا الفردوس الأعلى من الجنة بغير حساب، وحرم بشرتنا ولحومنا عن النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. واجعل اللهم لنا لسان صدق في الحاضرين والآخرين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم. اللهم وفق إمامنا لما تحبه وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وانفع به وبولي عهده لما تحب وترضى ولما فيه نفع الإسلام والمسلمين، ووفق جميع ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك، واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم انصر جندنا وثبت أقدامهم، واجعلهم من المخلصين الذاكرين، وعجل لهم بالنصر يا قوي يا عزيز. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.